الاخوه الكرام في المنصه واخواننا في الساحه اليمين. اهلا وعليان وعبد العزيز وصيدم. اهلا وسهلا. الذين ظن الاحتلال انه باغتيال واياد الحسني وعلي ابو غالي. ثورة شعب بلون جديد، ثورة شعب بلون جديد. واكسر رقبة نتنياهو، واكسر رقبة نتنياهو، وكل حكومات اليمين. القمة يعني على وشك ساعات، ولكن الشعوب لا تنتظر شيء من هذه القمم، لأننا كلنا أصبحنا نعرف أن هذه القمم هي عبارة عن اجتماعات لا يوجد فيها أي مضمون ولا يوجد فيها أي قرارات. القرار الحقيقي هو قرار للشعوب العربية والإسلامية، والتي كلها تقف في صف المقاومة وفي صف مقاومة هذا الاحتلال.